كما ذكر في الروايات إن الإمام السجاد عليه السلام تحدث في خطبته بالشام بخصوص رأس أبيه المذبوح حيث قال: أنا ابن من ذبح من القفا. وذكر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف رأس جده الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الناحية بقوله: السلام على الرأس المرفوض. تختلف مصيبة الحسين عليه السلام عن باقي المصائب، فطريقه طريق العشق وهو يختلف عن باقي الطرق. حتى الشمس اختلفت بسيرها عن باقي شمس الأيام. صوت أجراس المياقي تبدأ رحلة القافلة، الرحلة التي كانت بداية للتاريخ، التاريخ الذي لم يكتب بيد الحكام والسلاطين بل كتب بإرادة الباري عز وجل. وبدأت رحلة القافلة التي كانت رمزا للحق الداحر للباطل. كانت الحقيقة مختلفة الصور في هذه القافلة، فمنها المكتف بالسلاسل ومنها المرفوع فوق الرماح، فهي تسير مع أبشع وأسوأ بشر خلقوا على وجه الأرض. مع هذا فهي واضحة جلية أمام الجميع لما تحمل في ركب هذه القافلة من وجوه دالة على الخير وأخرى عبوسة بالشر. ذكر المرحوم آية الله الشيخ جعفر الشوشتري أعلى الله مقامه في كتابه الخصائص الحسينية بأن للقرآن الكريم مواضع، فالموضع الأول هو اللوح المحفوظ، والموضع الثاني هو صدر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أما الموضع الثالث فهو صدور الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم كتب القرآن على الورق وأصبح متاحا للجميع في البيوت وغيرها من المواضع. وهكذا شبه الشيخ الشوشتري رأس الإمام الحسين عليه السلام بالقرآن الكريم من حيث التعدد المواضع والمنازل. كما أن المؤرخين ذكروا في كتبهم وهم يؤرخون لمسير قافلة سبايا أهل البيت عليهم السلام من الكوفة إلى الشام أن القافلة توقفت في 11 منزلا، ومنهم من قال توقفت في 20 منزلا، وفي كل منزل من هذه المنازل كانت هناك مصيبة عظمى على آل محمد، إضافة إلى حدوث الكثير من المعاجز والكرامات. مرت قافلة السبايا بالكثير من المدن أثناء مسيرها من الكوفة إلى الشام، وقد كانت رؤوس شهداء كربلاء تدور وهي على الرماح، وهو المنظر الذي يعد من أبشع المناظر وآلمها، حيث كان رأس الإمام الحسين عليه السلام يدور على رمح طويل وأمام أعين أطفاله وعياله، وهو مليء بالضربات، ووجهه الشريف مغطى بالجراحات، وكانت أوردة رأسه الشريف المنسدلة على الرمح تقطر دما، وقد كان الرمح الحامل لرأسه الشريف مأوى عيال الإمام الحسين عليه السلام وأطفاله، حيث كانوا يتوسدون التراب حوله وبجانبه. يا لهول الموقف وقساوة المنظر، حيث المدة الطويلة والمدن الكثيرة التي قطعتها القافلة للوصول إلى الشام، حيث مرت بتكريت والموصل وحتى الحدود التركية، حيث مروا بمنطقة تدعى نصيبين، فحلف فحما ثم بعلبك وغيرها من المدن حتى وصلوا دمشق. سارت قافلة أسرى أهل البيت عليهم السلام ابتداء من شط الفرات، هذا النهر العذب
الذي حرم أطفال الحسين عليه السلام الشرب منه. ولعلنا نتصور عندما كانت قافلة الرؤوس تسير من جانب النهر، كانت عيناء أبي الفضل العباس عليه السلام ترمق هذا النهر وتبكي بحسرة وألم مع مسير قافلة الرؤوس بجانبه. وصلت القافلة إلى مدينة تكريت على بعد 140 كيلومترا شمال بغداد، وتعد تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وذكر في الروايات أنه عند وصول القافلة إلى مشارف تكريت خرج الناس لاستقبالهم بالفرح، وكان أحد رجال النصارى قد عرف صاحب الرأس الشريف فبلغ أصحابه بالأمر، وقرروا أن يدقوا النواقيس، وقاموا بإغلاق أبواب الكنائس ولعنوا قتلة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ووصل الخبر إلى جيش يزيد بأن النصارى ثاروا، ومن الممكن أن يثور على أثرهم باقي الناس، الأمر الذي أخاف جيش يزيد وجعلهم لا يدخلون مدينة تكريت ويكملون مسيرهم عبر طريق آخر. المسألة الأخرى التي ذكرت في التاريخ هي تمادي وقاحة وتعدي الأعداء على حرمة الرأس الشريفة، حيث كانوا عند توقف القافلة ينزلونه من على الرمح ويضعونه على الأرض أو على التراب، وفي بعض الأحيان كانوا يضعونه في صندوق، وعندما كانت القافلة تشد الرحال للمسير كانوا يأخذونه ويضعونه على الرمح مرة أخرى. في وادي النخلة كثيرا ما سمعت أصوات الأنين والنياح من قبل أشخاص لم يرهم أحد، وسمعت أشعار مؤلمة من قبل البعض وقد كانوا غائبين عن الأنظار أيضا، إلى أن وصلت القافلة إلى مدينة الموصل. كان جيش يزيد عند وصوله مع القافلة لأي مدينة يطلبون الإذن من حاكم تلك المدينة لكي يدخلوها وهم يحملون الرؤوس حتى يرى الناس قدرة يزيد، ولكن عند وصولهم إلى مدينة الموصل طلبوا الإذن من الحاكم لدخول المدينة مع الرؤوس، إلا أنه رفض وقال لهم أعطيكم كل ما تريدون ولكن لا تدخلوا المدينة. بحسب الرواية التي نقلها المرحوم السيد بن طاووس أنه عندما وصل الجيش وقافلة أسرى أهل البيت عليهم السلام إلى مشارف مدينة الموصل، اتفق الناس على أن يعطوا كل ما يريده الجيش منهم بشرط منعه دخول المدينة، ولذا توقفت القافلة قرب المدينة ولم تدخلها، فوضع الرأس الشريف على صخرة وقد سقطت منه قطرة من الدم. بعدما وضعوا الرأس الشريف على تلك الصخرة كان الدم يفور منها، وكان الناس يجتمعون عندها للبكاء والحزن على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد طال هذا الأمر إلى أن حكم عبد الملك بن مروان. كان الناس دائما يأتون بجانب هذه الصخرة وينصبون العزاء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد بقي هذا الأمر حتى وصول عبد الملك بن مروان إلى الحكم، حيث أمر بأخذ هذه الصخرة ونقلها إلى مكان مجهول. ولكن محبة الناس لأهل البيت الأطهار عليهم السلام جعلتهم يبنون قبة فوق ذلك الموضع، وقد سمي ذلك المكان بمشهد النقطة، وسبب هذه التسمية هو سقوط قطرة من دم رأس الإمام الحسين عليه السلام في هذا المكان. لقد أصبح هذا المكان المسجد الوحيد الذي بني في هذه البقعة من الأرض في هذه المدينة، وسمي بمسجد زين العابدين عليه السلام. إن الظالمين لم يدركوا أن دم ثار الله الذي سال ظلما سيبقى يفور إلى الأبد، وهؤلاء الحكام الذين منهم عبد الملك بن مروان والمتوكل العباسي لعنهم الله عندما يخفون صخرة كان عليها أثر دم الإمام الحسين عليه السلام، فليس بإمكانهم أن يوقفوا فوران هذا الدم، مع أن تلك الصخرة التي أخفوها في مدينة الموصل
قد ظهرت في مكان آخر في قرية تتوسط الصحراء قرب مدينة هرند في محافظة أصفهان. بعد أن نقلوا هذه الصخرة من مدينة الموصل فإنهم جاءوا بها إلى هذا المكان في مدينة إصفهان بأمر من آخر ملك أموي وهو مروان بن الحكم مروان الحمار. وهذا المكان هو مزار السيد عبد العزيز أحد أحفاد الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكان يسمى في السابق شاه دور. لقد كانت تسمى الصخرة مشهد الحسين عليه السلام، وذكر في كتاب ناسخ التواريخ بأنها كانت تدعى بالمشهد، ولكن الآن أطلق عليها مقام رأس الحسين عليه السلام. ذكر المرحوم سبهر في كتابه ناسخ التواريخ في هذا المكان وجدت صخرة جاءوا بها من الموصل وعليها آثار الدم الطاهر، ويقال بأنه عندما كان الرأس الشريف على الرمح سقطت هذه القطرات من الدم على هذه الصخرة. ومن بعد هذه الحادثة كانت الناس تجتمع سنويا بجانب تلك الصخرة لنصب العزاء، وكان الدم الموجود على الصخرة يغلي ويتجدد. وفي زمن عبد الملك بن مروان أو المتوكل العباسي، وبسبب أدائه الشديد لأهل البيت الأطهار عليهم السلام، أمر حاكم هذه المنطقة بنقل هذه الصخرة من الموصل إلى مكان آخر. وقد اعتقد بعض أهالي هذه المنطقة بأن الصخرة قد نقلت إلى إيران، وبالتحديد إلى قرية يسكنها الزرادشتية. كان أهالي المنطقة في الزمن القديم يرون نورا هنا، وقد نقلت الأجيال السابقة الدم الموجود على هذه الصخرة يحمر ويتجدد في يوم عاشوراء. أحيطت هذه الصخرة بصندوق حديدي، ويوجد الكثير من الزائرين لهذا المكان لإظهار حبهم وولائهم للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تحيي الكثير من المواكب والهيئات الحسينية ومن مختلف الأماكن المحيطة بهذه القرية مراسم العزاء أيام عاشوراء ويوم 28 من شهر صفر. يحيي أهالي هذه المنطقة والمناطق المجاورة ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام بإقامة مجلس العزاء سنويا وبشكل فخم. يتوسل الكثير من الناس بالإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام عند هذه الصخرة لقضاء حوائجه. ما السر يا ترى في وجود آثار للإمام الحسين عليه السلام في كل مكان؟ وما السر في انجذاب عشاقه إلى زيارة هذه الصخرة التي كانت تتوسط الصحراء بعد أن أصبحت مزارا شريفا؟ إضافة إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، فإننا نجد اليوم مقامات عدة لرأسه الشريف في مختلف البلدان، حيث صار كل موضع وضع فيه أو عليه الرأس الشريف مقاما ومزارا يقصده الناس ويتقربون عنده إلى الله لمكانة الرأس الشريف ومقامه العظيم عند الله تعالى، ويلاحظون أيضا احمرار أو خروج دم عبيط أحيانا من كل هذه المواضع منذ يوم وضع الرأس فيها وحتى يومنا هذا. كانت قافلة أهل البيت الأطهار عليهم السلام مباركة ومحلا لحدوث المعاجز والكرامات، حيث لا يخلو أي موضع أو منزل استراحة وقفت عنده القافلة من معجزة أو كرامة. توقفت القافلة الآن في منطقة وادي حران الواقعة بمدينة شانلي أروفة التركية، وهي من المدن القريبة على الحدود السورية، وقد كانت في ذلك الحين مدينة مزدهرة، لكنها اليوم منطقة مهجورة لا يقطنها أحد. عند وصول الرأس الشريف إلى هذه المنطقة وادي حران حصلت معاجز عدة، كان منها دخول رجلين للإسلام أحدهما يهودي والآخر نصراني. فقد روي أنه عندما أدخل القوم رأس الإمام الحسين عليه السلام
إلى هذه المنطقة وقد كان الرأس الشريف يقرأ القرآن الكريم، فرآه الرجل اليهودي والذي كان يدعى يحيى، وبمجرد رؤيته لهذه المعجزة العظيمة أسلم وجرد سيفه فهاجم قتلة الإمام الحسين عليه السلام، وقتل بعضهم حتى نال وسام الشهادة كما ذكر في كتاب روضة الشهادة للواعظ الكاشفي، ويعد مزار يحيى رحمه الله الذي يقع بمدخل منطقة وادي حران موضع استجابة الدعاء وقضاء الحوائج. وتعد مدينة نصيبين من المدن التي مر بها موكب الرأس الشريف، وقد أمر منصور بن الياس بتزيين المدينة وإظهار الفرح عند دخول القافلة إليها. كانت مدينة نصيبين من المدن التي ابتهج أهلها واحتفلوا فرحا بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في واقعة الطف، فلم يمهلهم الغضب الإلهي حتى أنزل عليهم برق شديد من السماء أدى إلى حرق نصف المدينة بساكنيها. ورد في كتاب البهائي أنه حين دخول القافلة إلى هذه المدينة نصيبين توقف حصان الشخص الذي كان يحمل الرأس الشريف ولم يتحرك، فأمر حامل الرأس أن يستبدل حصانه بحصان آخر، لكن الأمر لم يجدي نفعا فقد توقف الحصان الآخر أيضا وأبى دخول المدينة. لم يتمكن جيش يزيد لعنه الله من إدخال الرأس الشريف إلى هذه المدينة، فاضطروا إلى إبقائه خارجها، ومن الممكن وجود مقام في ذلك الموضع. اتفقت أقوال المؤرخين في أن سكان أغلب المناطق التي مرت بها قافلة أهل البيت عليهم السلام كانوا من النصارى، وقد سبب هذا الحدث مرور القافلة إلى هذه المدن انتشار الإسلام ومنهج أهل البيت عليهم السلام فيها. ومما يدل على هذه الأقوال الثورات التي حدثت بعد أو أثناء دخول السبايا إليها، الأمر الذي استدعى اشتداد غيظي وحقد أتباع يزيد لعنهم الله على أهل البيت عليهم السلام. مدينة حماة من المدن التي مر بها ركب الرأس الشريف، فقد جاء في كتاب نفس المهموم عن لسان أحد الأشخاص: عندما دخلت إلى مدينة حماة ذهبت إلى المسجد الذي كان فيها فرأيت ستار، وعندما رفعت ذلك الستار وجدت حجرا وكان عليه آثار دم، فسألت أحد الحاضرين هناك ما قصة هذا الحجر الدامي، فأجابني بأن حاملي رأس الإمام الحسين عليه السلام عندما كانوا في طريقهم إلى الشام مروا من هنا فوضعوا الرأس الشريف على هذا الحجر فبقيت آثار دمه الطار عليه. إنما حدث في كربلاء من أحداث ووقائع كان ينشر يوما بعد يوم في مختلف المناطق والبلدان. لقد كتبت العديد من الكتب بخصوص مقامات رأس الإمام الحسين عليه السلام بشكل منفصل، إضافة إلى ذكر المواضع التي تخص رأس الإمام الحسين عليه السلام في المؤلفات التي تعنى بتأريخ كربلاء. وقد ذكر في بعض المؤلفات ما جرى على الرأس الشريف والأحداث والوقائع التي صاحبت مسيرته، وقد كتبت في السنوات الأخيرة 10 كتب بهذا الخصوص. وقد ذكرت جميع القصص والروايات التي تخص الرأس الشريف في كتب المقاتل القديمة ككتاب الملهوف وكتاب مثير الأحزان، وكذلك في الكتب التي كتبت بعهد قريب قبل حوالي 200 عام أو 300 عام. وهذا أمر طبيعي كون الرأس الشريف أصبح شاهدا وعلما يخبر الناس الذين رأوه في مختلف البلدان التي مر بها حقيقة ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، فلم يكن يزيد لعنة الله عليه
قادرا على كتم ما جناه من جرائم ومظالم. كانت القافلة تحمل الرؤوس المطهرة وتسير بأسرى أهل البيت عليهم السلام من بلدة إلى بلدة أخرى، فكان أكثر الناس يتأثرون ويتألمون بشدة لما جرى على أهل البيت عليهم السلام. واليوم نرى بأم عيوننا كيف يحيي سكان تلك البلدان التي صارت ممراً لركب أهل البيت نبوة عليهم السلام مواسم أحزان أهل البيت عليهم السلام، ويقومون بمختلف مظاهر العزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فبقي ذكره خالداً على مر الأجيال، يتوارثونه جيلاً بعد جيل. وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى لإرساء نهج الإمام الحسين بن فاطمة عليهما السلام بكل عزة وشرف.